مساء الخير. ضيفة اليوم جزء من إيران التي يفتقدها الكثيرون. إيران التي كانت تشاع على أهلها وجيرانها بالفن والثقافة والحضارة قبل أن يحولها نظام الولي الفقيه إلى وطن للخوف والتهديد كما يرى الكثير. الفنانة الإيرانية المعروفة غوغوش في سؤال مباشر. سيدة غوغوش، أهلا وسهلا بك معي على شاشة العربية في سؤال مباشر. ممنون، من خوشحالم که در این گفتگو شرکت. شكرا، انا سعيده جدا بهذا اللقاء. الفنانه غوغوش معروفه كثيرا ومشهوره على مستوى الداخل الايراني، على مستوى ايضا بعض الدول العربيه وحتى على مستوى عالم اليوم بكثير من اللغات التي غنيتي بها. لك رحله طويله مع ايران ومع النظام الايراني تحديدا. اليوم اذا سالتك كيف تصفين رحلتك مع النظام الإيراني؟ من چون از کودکی أنا لأنني منذ الطفولة دخلت في مجال الفن. في الواقع كنت في الثالثة من عمري وجلبني أبي معه إلى المسرح. وقمت لفترة ما بالتمثيل البسيط، ولكن مع مرور الوقت والدي أدرك أنني أستطيع أن أطور مهاراتي وأقلد الفنانين الكبار، ولذلك منذ الثالثة أو الرابعة وثم الخامسة من عمري بدأت تدريجيا بالصعود إلى المسرح وممارسة التمثيل والغناء، وهذا الفن أصبح جزء طبيعي من حياتي وعشت سنوات معه وكانت معظم حياتي هي على المسرح، وكانت تلك البيئة بيئة مناسبة تفتحت فيها قريحتي ومواهبي. كنت أغني وأذهب إلى أمام الكاميرا لأمثل، ومنذ الطفولة أصبحت ممثلة ومغنية أيضا. وكنت أيضا يعني تقلدين كثيرا من قبل السيدات الإيرانيات الشابات في ذلك الوقت، أعتقد حتى من خلال طريقة لبسك، من خلال أيضا الأفلام التي قدمتيها، وصولا إلى 1979 عندما جاءت الثورة الإيرانية ثم توقفت عن الغناء. ما الذي حدث في ذلك الوقت؟ لغاية تغيير النظام كان عمري 28 عاما آنذاك، وكنت في بلدي أستمر بنشاطاتي الاعتيادية الفنية، ولكن عندما حدثت الثورة لم أكن في إيران في حينها، وعندما أصبح الحكم عسكريا خرجت من البلد لمتابعة أمور دراسة ولدي الوحيد في سويسرا آنذاك، وكنت خارج إيران في الواقع عندما حدثت الثورة ولم أعاصر الكثير منها. لكن بعد أشهر من الثورة عدت إلى إيران، وكنت في حيرة من أمري ولم أكن أعرف ماذا أفعل في ظل الوضع الجديد، وفي الواقع كل المجتمع الإيراني كان في صدمة، وأنا مثل سائر الإيرانيين كنت أواجه وضعا جديدا، ولم أكن أنوي الخروج من البلد، وعدت وحاولت البقاء
حكومات لكن الحكومة صادرت جواز سفري وكل أوراقي ومنعتني من السفر. وفي أثناء الحرب في الثمانينات بقيت شهر في السجن، لكن بعدما خرجت من الاعتقال لمدة شهر بدأت حياة عادية جدا وغير فنية في الواقع. لم يكن مسموحا لي بالحضور في الأماكن العامة أو الاجتماعات أو الغناء، ليس لي فقط بالطبع، لكل الفنانين الإيرانيين عندما صدرت أوامر المنع. أيضا تركت التمثيل في ظل القوانين الجديدة التي فرضت، خاصة وأنني كنت في وضع قبل الثورة مشهورة وأستمر بأنشطتي وكانت في ذروتها، وفجأة توقفت. كنت في التلفزيون، في السينما وأماكن متعددة، ولكن بعد الثورة أصبحت هناك حساسية علي وعلى حضوري ونشاطاتي، ومنعت كليا من ممارسة أي نشاط فني. ماذا قيل لك لتبرير منعك من الغناء؟ ولماذا سجنت وقتها؟ وكيف كان تأثير نظام الخميني على الفن والموسيقى في إيران؟ لقد أغلق كل شيء، كل الأنشطة. أغلب الفنانين الذين كانوا ينشطون قبل الثورة وكان لهم حضور وكان لهم اسم ومشهور في المجتمع، كلهم أصبحوا محظورين من أي نشاط فني، وعلى وخاصة النساء من الفنانات، وكانت الضغوط مضاعفة ضدهم ولا زالت مستمرة للأسف في بلادنا. بعض الفنانين استطاعوا أن يتكيفوا نوعا ما بشكل محدود جدا بعض الأنشطة المسموح لها، لكن كل الفنانين الذين كان لهم دور والناس تعرفهم قبل الثورة أصبحوا ممنوعين من العمل بعد الثورة، وما زال الوضع كذلك لحد الآن. معروف أن الفن والغناء والموسيقى لها دور كبير في التعبير عن هموم الشعوب وإيصال رسالتهم إلى العالم، خاصة في الدول التي تعاني قمعا من قبل النظام. ألم تحاولي أن تغني أي أغنية أو توصلي هذه الرسالة للعالم ولو كان في الخفاء سيدة جوجوش؟ على أي حال يجب أن نحيا مع الأمل، وأنا حاولت بكل الطرق حتى وإن كنت ممنوعة من أي نشاط أن أستمر أولا بحياتي وأكون إلى جانب الناس. سيدة جوجوش، كيف كانت تجربتك في السجن أثناء فترة السجن لمدة شهر؟ ما هي أبرز المشاهد اللي ما زالت راسخة في ذاكرتك حتى الآن؟ كانت ليالي وأيام جيئة جدا، كانت فترة حرب إيران والعراق، كانت المدينة مظلمة، أصوات الإنذارات في كل مكان، أصوات القصف، وأيضا استجوابات بدائية جدا. كانت لتكون أشبه ب لقاءات صحفية وليست شبيهة باستجوابات أمنية، لكن كانت هناك بالطبع تعذيب نفسي، ومررت بفترة صعبة جدا أنا وفنان آخر
كنت مع فنانة أخرى في سجن واحد هي السيدة مرجان، وكنا قضينا الشهر مع بعض في نفس الزندانة، وكانت ليالي وأيام سيئة جدا مع الاستجوابات والضغوط والتعذيب النفسي، لكن لسوء لحسن الحظ الذين كانوا معي في الزنزانة كانوا لطيفين جدا، و الفتيات والسيدات اللواتي كنا في السجن كل واحدة منهن كانت لسبب ما في كر هائن في تلك الزنازين، لكنهن كانوا قويات ولقد ألهمنني. ما دمت تحدثت عن العراق، أنت لك أيضا ذكريات مع هذا البلد في 1977، وحين تحسنت العلاقة بين العراق وإيران في زمن الشاه محمد رضا بهلوي، زرت العراق، غنيت هناك، وكان هناك ترحيب واسع أيضا في بغداد، ونشاهد لك أيضا أغنية يعني مسجلة حتى على التلفزيون العراقي بنت الشلبية، وغنيت أيضا لفيروز. كيف تنظري أو ماذا تتذكري من هذه التجربة وتفاعل الجمهور العربي مع سيدة جوجوش؟ غنيت للعراقيين، أعتقد كانت ذكرى الثورة العراقية، السيد أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية وصدام حسين كان نائبه، ونحن كنا قد أرسلنا من قبل الإذاعة الإيرانية أنا وعدد آخر من الفنانين الإيرانيين والموسيقيين أيضا من قبل هيئة الإذاعة الإيرانية، وذهبنا إلى العراق وغنينا للشعب العراقي، وأنا أيضا حضرت مقابلة على التلفزيون العراقي، وكانت ذكريات جميلة جدا، كان هناك استقبال حار جدا لنا جميعا. وفي تلك الفترة أيضا أنا ذهبت إلى النجف وكربلاء وللزيارة فقط ورؤية الأماكن. ممكن نسمع جزء من بنت الشلبية أو أي أغنية عربية تحفظيها؟ الآن لا أتذكر الأغنية كلها، لا تحضرني، لكن أتذكر أغنية أخرى من فيروز. حلو. حبيتك في الصيف، حبيتك في الشتي، نظرتك في الصيف، نظرتك في الشتي، وعيونك في الصيف وعيون الشتي، ملآنا يا حبيبي، خلف الصيف وخلف الشتي. الله 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 الله. المفارقة أنه في ذلك الوقت أرسلت إيران مجموعة من الفنانين تعبيرا عن رغبتها في الانفتاح على العراق، لكن ما حدث ذلك بأنه إيران أرسلت ميليشياتها إلى العراق ربما لتعزيز العلاقة مع بغداد بشكل آخر. كيف تنظري إلى هذه النقطة تحديد؟ أتأسف لهذا الوضع، لأن الفن بشكل عام وفي ذاته يجلب الحب والسلام والصداقة والحنان، لكن إرسال الميليشيات يجلب الموت والدمار والخراب للأسف. اسمحي لنا نتوقف عند هذه النقطة، نستكمل هذا الحوار في سؤال مباشر مع الفنانة الإيرانية جوجوش بعد فاصل قصير.
أهلا بكم من جديد. ضيفتي في سؤال مباشر هي الفنانة الإيرانية غوغوش. سيدة غوغوش أهلا بك مجددا في الجزء الثاني من سؤال مباشر على الشاشة العربية. سؤالي لك حول الفن الآن في إيران. الجيل الجديد من الموسيقيين والمغنين في الداخل الإيراني، هل لك أي علاقة معهم؟ كيف تصف في تجربتهم أو معاناتهم الآن مع النظام الإيراني؟ ارتباط سعي مكونيم كإن ارتباط، نحاول أن تكون هناك علاقة بيننا وبين هذا الجيل، لكن المسافات كبيرة، هناك البعد المكاني والقيود التي لا تسمح لنا أن نكون على تواصل بشكل كبير مع الفنانين في الداخل. والفنانين اليوم في داخل البلد لديهم مشاكل، لا يستطيعون بسببها التواصل المباشر معنا، لأن ذلك سيخلق لهم بعض المتاعب. لكن بالتأكيد هناك مع بعض الممثلين والفنانين علاقات نستطيع أن نقول إلى حد ما علاقات قريبة جدا مع البعض المحدود جدا. أنا شخصيا لدي بعض العلاقات، بين فترة وأخرى تسمح لنا الظروف ببعض اللقاءات، ونحاول أن نبقي هذه العلاقة والصداقة، وخاصة من الناحية الفنية. معروف عن الشعب الإيراني بأنه شعب كان شغوف بالفن بالموسيقى، هل ما زال هذا الشغف الآن موجود في الداخل الإيراني، أم أن النظام الموجود النظام الإسلامي غير ذائقة الناس؟ الناس بشدة متابعون جدا لأي عمل فني يخرج، لا يستطيع أي نظام أن يمنع الناس و يقضي على حبهم للفن وللفنانين، حتى لو كان فرض حكما قاسيا على الجميع وفرض كل القيود، الناس تجد المنافذ للتواصل مع الفنانين، وبالطبع يبرزون محبتهم للفنانين خاصة من خلال مواقع التواصل. اليوم هذه سنحت الفرصة لهم لكي يتفاعلوا مع الفنانين وليقولون أن هذا البلد لا يزال يحب ويريد أن يتواصل ويطلب من الفنانين أن يستمروا بتقديم الفن الإيراني. سيدي غوغوش، أنت حصلت الكثير من الجوائز على الساحة الموسيقية والغنائية، سواء في الداخل الإيراني بدءا من 1971، ثم تواليا بعد ذلك حتى 2017 حصلت جائزة عن أيضا فيديو كليب. هذه المرحلة من الجوائز، هل هي السبب اللي دفع غوغوش أن تغني بلغات متعددة، بالفارسية، الآذرية، التركية، الإنجليزية والفرنسية، وما هو سبب هذا التنوع في هذه اللغات؟ أنا منذ الطفولة، لأنني كنت أقلد الفنانين وأقلد الكثير منهم في الواقع، وبسبب ذلك كنت أيضا أغني أغاني غير إيرانية، وغنيت باثنتي عشر لغة قبل الثورة بالطبع. حتى في أحد الأفلام مثلت في أول فيلم الذي مثلته في إيران آنذاك، كان عمري في 7 سنوات، وفي هذا الفيلم كانت هناك أغاني أديتها بلغات غير إيرانية. و في كل الأحوال أنا لأنني كنت أسافر إلى مختلف الدول،
وكان يطلب مني أغاني من تلك الدول كان لها ترحاب كبير، فهذا شجعني، وأنا أيضا كنت أحب أن أتعلم وأن أغني بغير لغتي الأم، أن أغني بلغات أخرى وبالدول التي أسافر إليها وأجري حفلاتي هناك. أريد أن أسألك عن جانب أيضا متعلق بالمرأة والسياسة في إيران. قانونيا لا يوجد أي نص يمنع النساء من ترشيح أنفسهن في انتخابات الرئاسة الإيرانية، لكن مع ذلك هذا النظام غريب في تعامله مع المرأة، يتخذ كل الوسائل لإقصائهن تحت حجج، ومؤخرا يعني رفضت السلطات الإيرانية أوراق 40 مرأة تقدمن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. لماذا غابت المرأة عن دوائر صنع القرار في إيران أو عن الترشح للانتخابات بالرغم من عدم وجود أي قانون يمنعها من ذلك؟ تعلمون أن في إيران من الواضح أن النساء في إيران قبل الثورة كانت لديهن الحرية الاختيار كيف يعيشن حياتهن أو ينشطن أو يختارن كيف يكون لهن أدوار مختلفة في المجتمع، سواء في المجالات الفنية أو التمثيل. كانت لدينا الكثير من الممثلات الممتازات وما زال لدينا في الواقع، لكن المشكلة الأساسية في النظام الحالي وهو نظام ديني، لا أعلم بالضبط، تعارض غناء المرأة بالتحديد وبشكل خاص، مع أنه أعلم أن في الكثير من الدول الإسلامية النساء يتمتعن بحرية كبيرة، سواء في المظهر واللباس. وأنا أستطيع أن أذكر الكثير من الأسماء في الدول العربية تقريبا جميعها، والدول الإسلامية أغلبها هناك حرية للنساء في الاختيار، سواء بالنسبة لأنشطتهن الاجتماعية أو غير ذلك. وللأسف في إيران لا يسمح للنساء بنفس الحريات الموجودة مقارنة بالدول الأخرى، لكن النساء في إيران بشكل عام، أريد هنا من منبركم أن أطلب من النساء أن يستمر عملهن وحضورهن ونشاط وإثبات وجودهن، لأنه في كل الأحوال هذا الجيل يختلف عما سبقه، لأنه الكثير من الشباب كانت لديهم فعاليات في الخفاء وإنتاج فني كبير في الواقع، ولو كان ليس في العلن في الأماكن المغلقة. هذا يعني أنه لا أحد يستطيع أن يمنع جيل الشباب الصاعد، وأنا سعيدة جدا عندما أرى الكثير من الأصوات ومن المواهب تخرج في إيران، وحتى بينهن فتيات يغنين بشكل جميل جدا وعلى مستويات عالية جدا، وأمل لدي أمل كبير أن هذه الفتيات والنساء سيصل أصواتهن إلى العالم. هل تتابعين التغيرات التي حاصلة الآن في السعودية، الحفلات الغنائية في السعودية؟ أيضا هناك فنانين عالميين أيضا شاركوا في هذه الحفلات في أكثر من مكان في السعودية. أسمع إلى حد ما هذه الأخبار، وأنا سعيدة جدا أن أرى المملكة العربية السعودية التي فتحت أبوابها إلى العالم وخاصة للنساء، وسمحت أيضا
الفنانين أن يأتوا إلى المملكة من مختلف نقاط العالم طيب. ليغنوا إلى الشعب السعودي؟ هذا شيء جميل جدا. لو وجهت لك دعوة للحضور للسعودية والغناء في إحدى الحفلات، هل ستقبلين هذه الدعوة؟ وسؤالي أيضا، ما هي أول أغنية ستقدميها في هذه الحفلة؟ انظروا، أنا المكان الوحيد الذي لم يسمح لي بالغناء فيه للأسف هو بلدي، وبالدرجة الأولى أنا انتمائي إلى بلدي وشعبي إلى إيران، ولكن في أي مكان في العالم ولأي شعب الذي أستطيع أن أوصل صوتي وأغني لمخاطبيني، بالتأكيد سألبي الدعوة، إلا إذا يطلب مني أن لا أغني أغنية معينة. أي جهة أو حكومة إذا أرادت أن تفرض علي أن لا أغني أغنية معينة، فهذا هو شرطي الوحيد لأي دعوة. شكرا جزيلا لك، شكرا على تواجدك معي. أيضا الفنانة الإيرانية المعروفة غوغوش كانت معي من لوس أنجلوس. نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر، دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنكم أيضا الاستماع لهذه الحلقة على العربية بودكاست. إلى اللقاء.